كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. سريعا يمكن هيخش لي اسلام محارب، واحد من نجوم النادي الاهلي. اسلام، ان شاء الله باذن الله كونوا موفقين في المباراه دي، مباراه اكيد مختلفه بشكل كبير على البطوله الافريقيه. قول لي الاجواء ازاي، الحديث مع اللعيبه ازاي، حطنا في الاجواء يا اسلام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا مركزين في المباراه بشكل كويس، واستعدينا الحمد لله بعد ماتش حريه وريحنا كويس، وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. قول لي، بتشوف الجمهور والحضور والجاليه المصريه اللي هتكون متواجده وحب الكبير من الشعب اللبناني للنادي الاهلي، بتشوفه لامس ده ازاي هنا في الفندق وفي الملعب يا اسلام؟ بنتمنى طبعا يبقى في جماهير لينا بكره ان شاء الله، والملعب يكون مليان عشان نعمل مباراه كويسه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد ان شاء الله بكره. اتفق معايا ان في باد لك او في سوء توفيق، عندنا لعيبه فيها اصابات كثيره جدا من البطوله الافريقيه للبطوله العربيه والتلاحم مباراه كبير، بتشوف ان في سوء توفيق بيقابل النادي الاهلي في الاصابات الكثيره دي يا اسلام؟ اكيد في سوء توفيق طبعا، اصابات مهمه طبعا، ولاعيبه كبيره سعد والسليه واجاي، لعيبه كبيره جدا، ومروان طبعا، وفي طبعا غايب عننا رامي، في ناس كتير جدا، بس احنا طبعا النادي الاهلي ما بيتاثرش باي حد، ودايما بنلعب على البطوله، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحقق المكسب بكره ان شاء الله عشان نصعد الدور بعد كده ان شاء الله. مش هطول عليك، اخد منك رساله لكل الجمهور والجاليه المصريه اللي هتحضر تعزر النادي الاهلي، وحابب تقولي لكل اللعيبه وهتتكلموا قبل المباراه يا اسلام. ان شاء الله طبعا احنا بنبقى مبسوطين طبعا لما اي جمهور من النادي الاهلي بيحضر لنا وكده، وبنوعدهم ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب بكره ان شاء الله. طبعا بوجه رساله للعيبه ان شاء الله ان نبقى رجاله بكره ان شاء الله عشان نعدي الدور اللي جاي في البطوله العربيه ان شاء الله، عشان نستعد بشكل كويس لوفاق الصيف ان شاء الله. ربنا يخليك حبيبي، شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير لكل نجوم النادي الاهلي. زي ما سمعنا طبعا تصريحات هامه جدا من كل اللعيبه، في حاله تركيز كبيره بيفرضها الجهاز الفني بقياده مستر باتريس الكابتن محمد يوسف. ان شاء الله غدا باذن الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي، وباذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا وتغطيتنا الخاصه على شاشه قناه النادي الاهلي لاجواء وكواليس بعثه النادي الاهلي هنا في لبنان.